صعوبات يعني كأول فريق وصل إلى المنطقة، يعني المنطقة كانت مدمرة، الشعب كان أمام البناية ينتظر ويد المساعدة كفريق أول يعني لهول الكارثة، يعني البناية منهارة، من أين نبدأ؟ أين سنصل؟ الله أعلم. مباشرة اندمجنا في العمل، وأي انتشال لضحية كان مدة الانتشال تفوق 7 ساعات، يعني الصورة العالقة في ذهني والطفل التي سنه عام الذي أخرجه فارس، يعني كنت في الموقع أنا أدير العملية، يعني طفل اسمه أوزغان، الأب أمامه ينتظر خروج ابنه، فقد جميع أهلي ما عدا الطفل يعني الذي استخرجه، هذا اللي أعطاه جرعة من الحياة وفرحة عارمة أمام الشعب، حتى أصبح الشعب التركي يكبر الله أكبر الله أكبر، يعني هذه الصورة لا رسخت في ذهني ولا أستطيع أن أنساها.